رح استخدم رشاش الزيت من عند الكسيح. ممكن نستخدم زبدة بنكهة الزبدة أو بالزيت زيتون أو الزيت العادي. رح أحط البصل الشرحات، هلأ نرجع نعلي النار عليه. مقطع البصل شرحات، بدي أدبلهم شوي. طيب رح ننزل الفول الأخضر، طبعاً هلأ موسم الفول الأخضر، تمام، فبنقدر نستغله بالوصفات تبعتنا وبنقدر ننظفه ونظبطه ونفرزه. هذه الموسم الوقت الصح لهذه الأشياء. رح أقلب الفول كتير منيح مع البصل، بدي إياه شوي ياخذ تحميصة للفول. رح أضيف عليه هون هلأ ملح وفلفل أسود وكمون، بس هذا هو البهار الوحيد اللي رح استخدمه هون. بس رح أضيف سريعا الكزبرة على الفول، تقلى الفول عندي، تمام، وكمان رح أحط الشبت وأقلبهم قبل ما أضيف البرغل. وبس هاي هي النكهات اللي أنا رح أضيفها. أوكي، رح نحط هلأ البرغل الخشن المنقوع. أوكي تمام، جربت بعد ما تقلب عنا الفول مع البصل ودبل عندي شوي، ضفت عليه الكزبرة والشبت وبدك تحط، وبعدين حطيت البرغل وعم بقلبهم. أوكي. وبس هلأ بستويهم زي الرز العادي. رح أحط عليهم مي طبعا، صح؟ رح أحط عليهم مرقة خضار عشان عم نعمل صيامي. ممكن طبعا مرقة دجاج، مرقة لحمة، وممكن نضيف لهاي الأكلة، أنا عبيت الدنيا برغل، مش مشكلة، ممكن نضيف لهاي الأكلة لحمة أو دجاج. بس طيب رح نحتاج لبصل، ثوم، فول أخضر، برغل خشن، شبت، كمون، كزبرة، مرق خضار،